أدى تساقط الثلوج بالبيض إلى غلق عدة طرق وطنية وولائية حسب قيادة الدرك الوطني ومصالح الأمن العمومي. ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بالطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي البيض والأغواط، والطريق الوطني الرابط ما بين البيض وتيارت، بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 6000 الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية بوقطب، ورقم 6 الرابط بين ولاية البيض وولاية سعيدة، بالإضافة إلى عدة طرق فرعية أخرى. خلال هذا اليوم سجلنا انقطاع عبر محورين، محور الطريق الوطني 47 الرابط بين مدينة البيض وولاية الأغواط بالضبط عند منطقة القرمي، كذلك الطريق الوطني 111 الرابط بين مدينة البيض ومدينة تيارت، طريق مقطوع في وجه حركة السير بسبب تواجد الثلوج وتراكم الجليد. باقي الطرقات حركة السير بها يعني نوعا ما بطيئة، طرف حركة السير ثقيلة جدا، وذلك راجع لتراكم الجليد. أتوجه في مثل هذه الظروف تزامن مع التقلبات الجوية الحاصلة للإخوة مستعملي الطرقات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر قدر الإمكان، تقليل من السرعة إلى قدر الإمكان، احترام المسافة الأمنية بين المركبات، ولما لا تأجيل السفر أو التنقل إلى وقت لاحق إذا لم تستدعي ضرورة. كما أذكر بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني موضوع تحت تصرف الجميع من أجل طلب المساعدة أو الاستفسار عن حالة الطرقات. وقامت الأجهزة الأمنية رفقة عمال الأشغال العمومية برش مادة الملح على مستوى الطرق التي تشهد صعوبة في حركة المرور، وخاصة داخل النسيج العمراني أين شهدت عدة حوادث مرورية. هذا وقد تم غلق الطرق الوطنية أمام مستعمليها خوفا على أرواحهم. كما قامت الأجهزة الأمنية بحملة توعية استغلالا لهذه الظروف المناخية الصعبة وتوجيه النصائح لمستعملي الطرق بضرورة أخذ كل أسباب الحيطة والحذر. تقوم دائما المصالح من ولاية البيض بوضع تحت تصرف المواطنين الوسائل المادية والبشرية لتقديم المساعدة دائما للمواطنين، وتتمثل في تقديم معلومات عن الطرق التي تكون فيها حركة مرور منقطعة، ونقوم بتحسيس خاصة السواق باش يخفضوا سرعة التحمل لأن هناك تكثر حوادث المرور، وكذلك نوضع دائما تحت تصرف المواطنين الوسائل المادية كالمصلح لتقديم المساعدة، وكذلك توزيع وجبات ساخنة من طرف المصلحة الولائية للصحة والنشاط الاجتماعي. وفي سياق متصل، شهدت شوارع وأحياء المدينة حملة من أجل التكفل بالأشخاص بدون مأوى والمعوزين، حيث تم توزيع أغطية ووجبات ساخنة تزامنا مع موجة البرد وتساقط الثلوج والتي وصلت فيها درجة الحرارة إلى 6 درجات تحت الصفر، فيما ثمن المجتمع المحلي الاهتمام الكبير بهذه الفئات والتدخل عند الضرورة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. تقوم مصالح الشرطة بزيارة العائلات المتشردة أو التي تعيش في أماكن صعبة، كما هذا العائلة هذه اللي هذا كنا نحضروا معهم، ووزعنا عليهم بعض الأفرشة والمأكولات الخفيفة والساخنة في هذه الظروف من المناخية الصعبة. ودائما تسعى المديرية العامة للأمن الوطني بزيارة هذه العائلات في كل المناسبات، ماشي غير المناسبة هذه، دائما تحرص على تقديم يد المساعدة للعائلات المعوزة أو المتشردة في هذه الظروف الخاصة.